تحية لحضراتكم مشاهدينا الكرام في هذه المتابعة الإخبارية الجديدة، نتواصل فيها مع حضراتكم في ملفات عدة. الملف الأول التوجيهات الرئاسية بإقامة شركات الفرد الواحد، وأما الموضوع الثاني نتواصل فيه مع حضراتكم حول تأكيد رئيس الحكومة حول مبادرة حياة كريمة أو مشروع حياة كريمة بأنه أولوية قصوى ونحن مستمرون فيه. هذه الموضوعات المطروحة مع حضراتكم للنقاش، ولكن قبلها استعراض لأبرز النقاط المتعلقة بالأزمة الروسية الأوكرانية. فقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل أكثر من 360 مسلحا أوكرانيا خلال الساعات الماضية، وذكرت أيضا وزارة الدفاع الروسية أن صواريخ عالية الدقة دمرت مركز قيادة اللواء ميكانيكي رقم 72 في منطقة خاركيف، كما دمر سلاح الجو 3 مراكز قيادة و 154 موقعا لتمركز القوات الأوكرانية ومستودعي وقود. كانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أمس تدمير 168 طائرة حربية و 125 مروحية و 889 مسيرة منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. أيضا هزت سلسلة انفجارات مدينة لفيف غرب أوكرانيا، يأتي ذلك فيما وصل الجنود الأوكرانيون الذين تم إجلاؤهم من مصنع أزوفستال للصلب المحاصر إلى مدينة نوفو أسبوفيسكا التي تخضع لسيطرة الانفصاليين المدعومين من روسيا. أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أن أكثر من 260 عسكريا أوكرانيا بينهم 53 جريحا تم إجلاؤهم من مجمع أزوفستال للصلب آخر معقل للمقاومة الأوكرانية في مدينة ماريوبول الساحلية بجنوب شرق البلاد. ووفقا للوزارة تم إخلاء 53 عسكريا جريحا إصابتهم خطرة من أزوفستال إلى نوفوازوفسك لتلقي الرعاية الصحية، ونقل 211 آخرون إلى أولينيفيكا عبر ممر إنساني. وأكدت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إجلاء 264 عسكرية، مشيرة إلى أن أنشطة إنقاذ المدافعين الذين ما زالوا على أراضي أزوفستال مستمرة من دون تحديد عدد المقاتلين الأوكرانيين الذين ما زالوا في المجمع. هيئة الأركان أشادت باستبسال هؤلاء الرجال، مشيرة إلى أنه حال دون تنفيذ خطة روسية للسيطرة بسرعة على زابوريجيا، تلك المدينة الواقعة على بعد أكثر من 200 كيلومتر إلى غرب البلاد. كانت السلطات الأوكرانية أعلنت في الأسبوع الماضي أن أكثر من 1000 مقاتل أوكراني من بينهم 600 جريح ما زالوا في قاعات تحت أرض مجمع الصلب الشاسع الذي بات رمزا للمقاومة الأوكرانية للعملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا التي بدأت في 24 من فبراير الماضي. ولجأ هؤلاء إلى أزوفستال بعد أن ظلوا أكثر من شهر يقاتلون في مدينة ماريوبول الاستراتيجية في جنوب شرق أوكرانيا والتي صارت تحت سيطرة القوات الروسية بشكل شبه كامل. أهلا بحضراتكم من جديد. يعني وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في تأسيس الشركات عن طريق الإخطار رقميا، هذا هو الموضوع المطروح مع حضراتكم لنقاش في هذا الحوار، ولكن قبله نتابع هذا التقرير بعد المناقشة، ابقوا معنا. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة المشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لجذب الاستثمارات، حيث وجه السيد الرئيس بما يلي: تأسيس الشركات عن طريق الإخطار رقميا من خلال منصة تقام لهذا الغرض، وذلك في إطار إزالة جميع المعوقات أمام الشركات الناشئة ورواد الأعمال، السماح بفتح الشركات الافتراضية دون التقيد بضرورة وجود مقر فعلي لها، وذلك بهدف توفير النفقات والتسهيل على تلك الشركات، تسهيل اشتراطات إقامة شركات الفرد الواحد، التوسع في إقامة المناطق التكنولوجية الاستثمارية الحرة، وكذا التوسع في الإعفاءات الضريبية للشركات الناشئة.
تفعيل القوائم البيضاء لاستيراد المكونات الإلكترونية للشركات المتخصصة. وفيما يتعلق بمشروعات وزارة الاتصالات الخاصة بمحور التنمية البشرية وبناء الإنسان، وجه السيد الرئيس بالتوسع في منحة مبادرة مصر الرقمية التي تستهدف أوائل خريجي الجامعات المتخصصة، فضلاً عن البدء الفوري في مبادرة أشبال مصر الرقمية، والتي تسعى إلى تدريب طلبة المدارس المتفوقين على علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وقد عرض الدكتور عمرو طلعت تطورات إنشاء مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك مركز تصميم الإلكترونيات الذي سيحتضن الشركات المتخصصة في هذا المجال. كما اطلع السيد الرئيس على نشاط مراكز إبداع مصر الرقمية في مرحلتها الأولى، موجها سيادته بالانتهاء من مراحلها المتبقية في مختلف محافظات الجمهورية. أضاف المتحدث الرسمي أن السيد وزير الاتصالات عرض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار تعزيز محور التحول الرقمي وتدعيم البنية التحتية والمعلوماتية، بما في ذلك مشروع الرقم القومي للعقارات، وكذلك تطورات مشروع حوكمة أملاك الدولة لترشيد إدارتها. تم أيضا استعراض جهود الحكومة للانتهاء من الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث أوضح السيد وزير الاتصالات أن الحكومة قد أتمت رقمنة كل الملفات الورقية في جميع الوزارات والجهات الحكومية، والتي بلغت حوالي 150 مليون وثيقة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وللمزيد من المتابعة حول شركات الفرد الواحد ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة. دكتور تحياتي، أهلا وسهلا. مساء الخير، تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين. أشكرك دكتور. تعريف لشركات الفرد الواحد. هو احنا عندنا الحقيقة تنوع في نوعية الشركات اللي موجودة داخل الاقتصاد. عندنا شركات منشأة فردية، عندنا شركات تضامن، عندنا شركات توصية بسيطة، وعندنا شركات مصاحبة. الشركات ذات المنشأة الفردية هي الشركات اللي بتقوم على الشخص الواحد أو الفرد الواحد، والفئة دي كلها بتكون حاجات في الغالب بتدخل في نطاق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الحقيقة بيكون بتنشأ في أسرع وقت ممكن، والحقيقة بتقوم على عمليات بدائية بسيطة ما بتكونش فيها منشأة كبيرة. وعشان كده الحقيقه الحكومه مهتمه كثيرا بانه هذه المنشات او المشروعات مهم انها يكون في سرعه كبيره في اجراءات تاسيسها، علشان الحقيقه ما يكونش في تعطل، اخذا في الاعتبار انه هذه المنشات الحقيقه هي مش بس انها بتضيف للاقتصاد او بتطلع انتاج، لكن كمان بتخلق فرص عمل. وده الحقيقه اهتمام كبير من جانب الحكومه انه يكون لدينا على مختلف انواع الشركات اللي موجوده داخل الاقتصاد المصري يكون كلها، وخاصة المنشآت الفردية، انها تكون بتساعد في توليد مزيد من فرص العمل علشان نمتص معدل البطالة الموجود. دكتور يعني في تقديرك انت يعني ايه الاختلاف بين هذه الشركات من خلال هذه التيسيرات وما هو قائم بالفعل؟ الوضع الحالي انه احنا كنا هذه الشركات بتحتاج لاجراءات للتأسيس. احنا التوجه الجديد انه هذه الشركات او المنشآت تبدا على الصعود في العمل ثم يكون الاختصاص، يعني احنا بنبتدي نشتغل وبعدين نبعد ناخد مفاتنا، لكن احنا وجيد بنكون شغالين فعليا. الوضع السابق ان احنا بنبتدي العمل بعد انهاء التراخيص والمفات، فهو ده الاختلاف. انعكاسات مثل هذه الافكار على السوق وعلى سوق المال والاعمال وعلى الحركه التجاريه والاقتصاديه زي ما حضرتك بتشوفه ازاي؟ بالتاكيد بتبعث برساله لمناخ الاستثمار للمستثمرين، نحن الهيئه الحكومه جاده في انهاء كافه العقبات، الحكومه لديها رغبه قويه في الاصرار بتاسيس الشركات، الحكومه لن تقف عائق امام رغبه البعض في انشاء مشروعات للدخول في عمليات انتاجيه. بالتاكيد الاقتصاد المصري يحتاجها بشده، وبالتالي هي دي الرساله الاهم والابرز، انه على المواطنين العاديين اللي لديهم رغبه ولديهم قدر من الاموال ولديهم خبره في امكانيه ان هم يقيموا منشاه فرديه او مشروع بسيط، على الفور يبدا في العمل والتشغيل، وبعدين فكره بقى التراخيص بتاتي تبعها. دكتور هشام، يعني في تقديرك انت مثل هذه الاجراءات الى اي مدى تساهم في جذب القطاع غير الرسمي
إلى الاقتصاد الرسمي في الدولة؟ بالتأكيد من بين الصعوبات أو الإدعاءات اللي بتأتي من كل القائمين على مشروعات بالسلم أو الاقتصاد غير الرسمي، هو في بطء في الإبداعات، في صعوبة في الحصول على التراخيص وما إلى ذلك. وبالتالي من شأن أنه يكون المنشآت الفردية بتعمل على الفور ويتم الإخطار، ثم فيما بعد يتم الحصول على موافقات. ده بالتأكيد يجري القائمين على الاقتصاد غير الرسمي انهم يندرجوا في اطار الاقتصاد الرسمي، هذا في الاعتبار انه لا يكون في بطء في الاجراءات ولا في معوقات وما الى ذلك، وبالتالي يبقى الباب منفتح امام ادراك الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، لانه بالتاكيد ده هيكون مفيد جدا مش بس للوضع الاقتصادي لكن كمان هيبقى مفيد جدا لاصحاب الاقتصاد غير الرسمي، هذا في الاعتبار انه الاقتصاد غير الرسمي فرص النمو بتكون محدوده، لكن اذا ما تم ادراكه في الاقتصاد الرسمي بالتاكيد بيكون له فرص متسعة سواء كان للحصول على التمويل أو المشاركة في المنصات الحكومية أو المشاركة في المعارض اللي بتتم على مستوى الدولة ككل، وبالتالي بتنفتح أمامه فرص كبيرة للنمو، وده اللي احنا الحقيقة محتاجينه بشدة، إنه أي مشروع مش بس إنه يكون شغال لكن كمان آفاق الاتساع تكون أمامه رحبة وبالتالي يفيد ويستفيد الاقتصاد القومي ككل. دكتور، أيضا في اهتمام الحقيقة يمكن من خلال هذه الأفكار برواد الأعمال وأيضا كمان أشبال مصر الرقمية أو مبادرة أشبال مصر الرقمية لطلاب المدارس، جذب هذه القطاعات فيما يتعلق بهذه الأمور من خلال العديد من التسهيلات، حضرتك بتشوف هذا الأمر إزاي؟ بالتأكيد مصر محتاجة لجيل تاني وتالت ورابع وأجيال متعددة من رجال الأعمال، والانتربرينير أو المعنيين بالمشروعات اللي هي هم ما زالوا بيبدأوا في مشروعاتهم، بالتأكيد ده توجه مهم إنه يكون عند على مستوى الدولة وكمان يكون موجود عند الجزء الأكبر من المواطنين، هذا في الاعتبار إنه الجهات الحكومية ومؤسسات الحكومة لن يكون أمامها لا حاليا ولا مستقبلا اتساع في خلق مزيد من فرص العمل، وبالتالي هو فرص العمل المفترض انها بتخلق من القطاع الخاص، وبالتالي لما نقول انه القطاع الخاص بيبدا في انشاء العديد من المشروعات ده معناه انه هو القطاع الخاص بيدخل في اطار من التنافسيه فيما بينه، يتبادر كل المستثمرين سواء كانوا كبار او صغار في انه يضيفوا للاقتصاد، يخلقوا فرص عمل، يضيف لانفسهم دخل وموارد، وبالتالي الكل هيستفيد. فهي الفكره الاساسيه من رواد الاعمال ان احنا ازاي نبتدي نخلق اجيال متعدده من رجال الاعمال المفترض يكون هم اللي هيديروا ويقودوا حركه التنميه داخل مصر خلال سنوات قادمه. العالم كله بيواجه العديد من التحديات الاقتصاديه ومصر جزء من هذا العالم، ولذلك في تركيز بشكل كبير جدا على تسهيل اجراءات الاستثمار وجذب الاستثمارات سواء كانت استثمارات من القطاع الداخلي او حتى استثمارات اجنبيه. حضرتك بتشوف هذا الامر ازاي في ظل ما هو مطروح حاليا؟ بالتاكيد صعوبات بالغه، تحديات كبيره للغايه بتواجه الاقتصاد العالمي في شتى النواحي، سواء ما يتعلق بحركه تدفق رؤوس الاموال، ما يتعلق بحركه التجاره الدوليه وما الى ذلك، وبالتالي عنصر تدفق الاستثمارات فيما بين الدول الحقيقه بقت مساله صعبه للغايه، وفي اطار من المنافسه الكبيره على المستوى الدولي ايضا في الاعتبار التحديات والمخاطر المرتفعه اللي موجوده حاليا، وبالتالي مهم جدا انه يكون راس المال الداخلي المحلي هو نقطه البدايه اللي ممكن انها الحقيقه نستعيد بها ولو مرحليا عن الاستثمارات الاجنبيه، اخذ في الاعتبار انه الحقيقه الدروس المستفاده سواء كان من خلال الحرب المشتعله حاليا او حتى سبقها الدروس المستفاده من خلال جائحه كورونا، انه على الدول ان ترفع من نسب الكفايه الذاتي، عليها ان تعتمد على قدراتها وامكانياتها علشان الحقيقه حجم المخاطر على المستوى الدولي بقى مرتفع للغايه، وبالتالي الاهتمام بالاستثمارات الداخليه بالتاكيد هيظل بديل مرغوب فيه وبشده في التعامل مع التحديات اللي بتواجه معظم الاقتصادات في الوقت الحالي. بشكرك جدا الدكتور هشام ابراهيم استاذ التمويل والاستثمار بجامعه القاهره، شكرا جزيلا. ايضا مشاهدينا الكرام بينضم الينا عبر الهاتف الدكتور وليد جاب الله عضو الجمعيه المصريه للاقتصاد والاحصاء والتشريع. دكتور تحياتي، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا استاذ فوزي، واهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين. اشكرك. الحديث يدور حول مبادره السيد رئيس الجمهوريه بالتوسع في اقامه شركات الفرد الواحد، اهميه هذه الشركات لجذب الاستثمارات في تقديرك؟ طبعا هي شركه الفرد الواحد علشان نحددها بنقول ان هي شركه تتكون من فرد واحد
ولكنه يكون مسؤولا عن التزامات الشركة في حدود رأس ماله، فلا يمتد الالتزامات. يعني إذا كانت الشركة عليها ديون أو عليها قروض، فإن الالتزام بهذه القروض والالتزامات يكون في حدود رأس المال ولا يمتد لماله الشخصي. المستثمرين الأجانب يفضلوا هذا النوع من الشركات، والمستثمرين في مصر أيضا، حتى لا يكون هناك تداخل ما بين رأس مالهم في تلك الشركة وما بين ما يقومون باستثماره في مشروعات أخرى أو في مالهم الشخصي. بالتالي فإن هذه الشركة تجذب قطاع كبير من المستثمرين. هذه الشركة لم تكن موجودة في مصر، ولكن عدد من الدول العربية بدأ يدخل هذه الشركات في منظومته، وأيضا دول من الدول الاقتصادات الناشئة، وهو الأمر اللي حتم على مصر السماح بإنشاء تلك الشركة حتى لا تذهب شريحة من المستثمرين الذين يفضلون هذا النوع من الشركات إلى دول اقتصادات أخرى في المنطقة. بالتالي فقد كان القانون الشركات المصري بادر بتطبيق وإدخال هذا النوع من الشركات في مصر، وهو في إطار التفعيل في هذه المرحلة. دكتور، يعني بالتأكيد الحكومة الحقيقة بتحاول اتخاذ الكثير من الإجراءات فيما يتعلق بإنجاح مثل هذه المبادرات. يعني في تقديرك أنت إلى أي مدى هذه المبادرات تنجح في إعادة هيكلة الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي للدولة، وبالتالي تفعيل الكثير من الصناعات المحلية والحركة التجارية في مصر؟ الواقع ان ومن خلال المؤتمر الصحفي بالامس، الحكومه بتنتقل من مرحله السياسات النقديه الى مجموعه متنوعه من السياسات الاقتصاديه التي تكون هي حائط الصد، على اعتبار انه يمكن للحرب الاوكرانيه الروسيه ان تمتد لفترات طويله. فالسياسه النقديه وما تقوم به من اجراءات من خلال البنك المركزي هي سياسة مهمة جدا، ولكنها تتوقف صدمات قصيرة الأجل ويكون لها دور على المستوى قصير الأجل، وهي مهمة وفي منتهى الأهمية. أما إذا استمرت الأزمة لفترات طويلة، فلا بد من أن يكون هناك سياسات مالية من وزارة المالية وسياسات تنموية متعلقة بإعادة هيكلة بعض القطاعات وتقديم حوافز وتطبيق استراتيجيات تنمية. هذا هو ما أعلنه، أو هو لب ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء بالأمس، بأن الحكومة تتبنى أسوأ الفروض. فكرة تبني أسوأ الفروض بأن الحرب ستستمر لفترات طويلة، أو على الأقل أو حتى لو تم وقف إطلاق النار سيستمر تأثيرها من عقوبات وصراع لفترات ما بعد وقف إطلاق النار. بالتالي فنحن بالفعل نحتاج إلى سياسات طويلة الأجل، عنوانها هو تمكين القطاع الخاص المصري والأجنبي باعتباره أحد الأدوات التي يمكن من خلالها تعبئة الموارد التنموية لصناعة مشروع تنمية قادر على الاستمرار. في هذا الإطار كانت الإجراءات، وفي هذا الإطار أتصور أن ما تم الإعلان عنه من إجراءات هو خطوات كبيرة في برنامج إعادة هيكلة الاقتصاد المصري. إذا كنا في فترة كورونا كان هناك سرعة كبيرة في عمليات التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية، وتحقق خلال سنتين ما كان مخطط له أن يتم في خلال 10 سنوات بشأن العمليات التجارة الإلكترونية والتحول الرقمي والخدمات المميكنة. فإنني أتصور أن الحرب الأوكرانية أيضا ستدفع في أن ما كان مخطط له من تشجيع وتمكين للقطاع الخاص في سنوات أكبر يتم تطبيقه بسرعة أكبر ارتباطا بتلك الأزمة. دكتور وليد، يعني من ضمن الحاجات اللي طرحتها الحكومة تهيئة مناخ المال والأعمال ومناخ الاستثمار بشكل عام، وأيضا تقديم العديد من التسهيلات لشركات الفرد الواحد. يعني اللي ممكن يتقدم في هذا الإطار سواء من ناحية تهيئة مناخ الاستثمار أو تقديم العديد من التسهيلات لمثل هذه الشركات لتشجيعها؟ الواقع علشان نكون منطقين، الحكومة من أول يوم في برنامج الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016 وهي تقدم حوافز وضمانات للقطاع الخاص تابعة لمبادرات تمويلية منخفضة التكلفة
قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وما به من حوافز، قانون المشروعات الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر، البنيه التحتيه اللي تمت في الاساس هي كان مستهدف منها تهيئه البيئه لعمل القطاع الخاص، ولكن الان نحن في مرحله متعلقه برتوش معينه ومعوقات معينه تمنع القطاع الخاص او تعرقل القطاع الخاص من التفاعل مع ما قدمته له الحكومه خلال الفتره الماضيه ومنذ بدايه برنامج الاصلاح الاقتصادي. شركات الفرد الواحد هي احد الاليات المهمه بتضاف الى اليات اخرى متعلقه بالاراضي الصناعيه تقديم الاراضي الصناعيه بتكلفه اقل، وما نوع عنه رئيس مجلس الوزراء بانه من الممكن ان يتم التحول الى مرحله تسليم الاراضي الصناعيه كحق انتفاع. مجموعه اجراءات اتصورها تحل العقبات وتذلل العقبات التي تحول ما بين القطاع الخاص والاستفاده من الضمانات والحوافز والمزايا الحكوميه التي تم الإعلان عنها منذ فترة طويلة. بشكرك جدا دكتور وليد جاب الله عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، شكرا جزيلا. ننتقل مع حضراتكم مشاهدينا الكرام للملف الثاني. رئيس الوزراء بيؤكد مشروع حياة كريمة أولوية قصوى ونحن مستمرون فيه. أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن مشروع حياة كريمة هو أولوية قصوى ونحن مستمرون فيه بقوة، لكن ربما تواجهنا بعض العقبات، منها توفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام لهذه المشروعات، وهي جزء من مشكلة اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، مشددا على أهمية المشروعات القومية وقدرتها على توفير العديد من فرص العمل، وبالتالي نحن مستمرون في الإنفاق على مثل هذه المشروعات القومية الكبيرة. في نفس الإطار وقعت مؤسسة حياة كريمة بروتوكول تعاون مع شركة أعمار مصر للتنمية بهدف تنسيق الجهود المبذولة للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والصحي والتعليمي للقرى الأكثر احتياجا وتعظيم قدرتها بما يساهم في توفير حياة كريمة لمواطنيها، وذلك في ظل رؤية الدولة لأهدافها التنموية وفي إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة. طيب للمزيد من المتابعة بينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور صلاح هاشم أستاذ التخطيط والتنمية بجامعة الفيوم. دكتور تحياتي، أهلا وسهلا. صباح الخير يا فندم، أهلا وسهلا. تأكيد الحكومة على أن هذا المشروع مشروع حياة كريمة واحد من المشروعات المهمة وأن الدولة مستمرة في هذا المشروع، حضرتك بتشوفه إزاي؟ نعم يا فندم، يعني في البداية بس أحب أقول أنه دائما تكلفة التوقف أعلى بكثير من تكلفة الاستمرار في المشروعات. تكلفة التوقف أعلى بكثير من تكلفة الاستثمار الاستمرار، خاصة أنه مصر كانت قد قطعت شوطا كبيرا في المشروعات القومية ولدينا خطة استثمارية محددة بما بتوقيت زمني محدد وتكلفة واضحة المعالم، وبالتالي ليس لدينا مشكلة في مسألة الاستثمار والاستمرار في هذه المشروعات. الحاجة الثانية اللي عايز أقولها أنه معظم المشروعات الكبيرة في كثير من الدول وخاصة دول العالم الأول والثاني والثالث الدول النامية توقفت بفعل تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية والأزمات الاقتصادية العالمية، لكن مصر الوضع فيها مطمئن إلى الغاية، وهو ما دفع السيد رئيس الوزراء للقول بأن مصر ماضية في تحقيق أهدافها التنموية والمشروعات القومية، خاصة أن هذه المشكلات ربما يعني هذه المشروعات ربما يعني تستوعب عدد كبير جدا من العمالة وتساعد في تحقيق الاستقرار الداخلي الذي هو بيئة خصبة لعملية الاستثمار سواء الاستثمار المحلي أو الاستثمار الأجنبي، وبالتالي أن مصر تجربتها في إدارة الأزمات هي تتميز بالقدرة على الاستثمار فيها، يعني مش بس ان انا اقدر ادير الازمه ولكن مصر قادره على الاستثمار في هذه الازمات، وكانت تجربه كورونا خير شاهد على نجاح الدوله المصريه في التعامل مع الازمات، وفي عز هذه الازمات كانت مصر دوله من ضمن اربع دول على مستوى العالم التي حققت نموا اقتصاديا ملحوظا خلال فتره ازمه كورونا، وبالتالي ان شاء الله من المتوقع انه ان مصر هتقدر يعني تتفادى تداعيات الازمه الروسيه الاوكرانيه بسلام، وهتكون في نقله حضاريه واقتصاديه وتنمويه كبيره للدوله المصريه بعد انتهاء هذه الازمه، لان مصر هتكون قد قطعت شوطا كبيرا
في تحقيق أهدافها التنموية. المطلوب فقط هو اصطفاف الشعب خلف الدولة وخلف الحكومة، وتقليل النفقات وتقليل وترشيد الاستهلاك بشكل كبير علشان تقدر هذه الأزمات وتتعامل معها بنجاح. دكتور، يعني بالتأكيد وقت الأزمات بيكون في يعني تحديات بتقابل المشروعات الكبيرة اللي بيتم استيراد جزء من مكوناتها، وفي نفس الوقت بتكون فرصة لتعظيم الإنتاج المحلي والارتقاء به والدخول في العالم من زيادة الكفاءة والجودة. إلى أي مدى بترى أن احنا ممكن نكون نستغل هذه الفرصة وهذا التحدي في تعظيم إنتاجنا المحلي في العديد من القطاعات؟ نعم، خلينا نقر انه الازمه الحقيقيه اللي بتواجه الحكومه الان هو وفره العمله الصعبه، وطبعا بالاضافه الى الازمات طبعا المرتبطه بسلاسل الامداد والتوريد والطاقه وازمه الغذاء العالميه. ده المشكله الحقيقيه. احنا يمكن مش متاثرين قوي بازمه الغذاء لانه قدرنا نلاقي 14 بديل للقمح الاوكراني والروسي، وعملنا اتفاقيه مع الهند ما عندناش مشكله في سلاسل التوريد. حتى روسيا معدل توريد القمح ارتفع بمعدل 24%، ولكن مصر اتخذت سياسه مهمه جدا للاستثمار في هذه الازمه من خلال تقليل معدل الواردات وارتفاع معدل الصادرات. ويمكن معدل الصادرات زاد بنسبه 13% الاشهر، يمكن الشهر اللي فات كان معدل الصادرات بيزيد 13% وكان معدل الواردات بيقل. فبما ان المشكله مرتبطه بالعمله الصعبه، فانا حاجه من الاثنين، يا اما انا برفع معدلات التصدير علشان اجيب عمله صعبه، او ان انا بحقق اكتفاء ذاتي داخلي علشان اقدر ما احتاجش العمله الصعبه ان انا اشتري بيها حاجه من بره. الحكومه في الحقيقه اشتغلت على المحورين دول، ان انا بحقق الاكتفاء الذاتي من خلال التركيز على الصناعات المحليه وتسويقها لتقليل معدل الاستيراد من الخارج، وبالتالي انا مش محتاج العمله الصعبه واقدر احافظ على قيمه الجنيه المصري قصاد الدولار بشكل كبير. الحاجه الثانيه ان انا كمان بزود معدل التصدير علشان اقدر اجيب عمله صعبه في ظل هذه الازمات الموجوده، وخاصه مع الدول اللي يمكن المنتج المصري بيحصل فيها على قيمه كبيره ولا امتيازات كبيره. يمكن السوق الافريقي احنا كنا عملنا خطه استراتيجيه كبيره جدا لدخول السوق الافريقي باعتبار اكبر كتله استهلاكيه على مستوى العالم، وده سوق كبير جدا. الاتحاد الاوروبي كمان كتله استهلاكيه كبيره، فاحنا علاقتنا مع الاتحاد الاوروبي كويسه جدا، مع دول الاتحاد الاوروبي علاقتنا مع السوق الافريقي كبيره جدا، وبالتالي قدرتنا على التصدير لهذه الدول ربما ترتفع في الايام القادمه بشكل كبير، بالاضافه الى انه تحسين جوده السوق المحلي علشان اقدر اعزز من قيمه المنتج المصري قصاد المنتج الاجنبي او المستورد، وده بيرجع الى ترشيد ثقافه الاستهلاك المحلي. يعني لازم المواطن المصري يعرف انه الدوله بل العالم يمر بازمه، وان مصر دوله من دول العالم وبالتالي مش بعيده عن هذه الازمات، ولكن الضامن الوحيد للخروج من هذه الازمات هو وعي المواطن المصري بانه الدوله تمر بازمات، وبالتالي يجب ان يقف بجوار الدوله من خلال ترشيد معدلات الاستهلاك، العمل بشكل كبير جدا، العمل ثم العمل ثم العمل، ثم الاعتماد على المنتج المحلي والاستغناء عن المنتج الاجنبي، مع رفع كفاءه المنتج وتطبيق معايير الجوده العالميه عليه علشان نلاقي فيه اقبال سواء من السوق المحلي او السوق الخارجي. دكتور، حضرتك قلت لي في البدايه ان تكلفه التوقف اعلى بكثير من تكلفه الاستمرار، ولكن في ظل التحديات التي تواجه العديد من الدول، الطريقه المثلى للتعامل مع المشروعات القوميه تكون ازاي؟ طبعا وزاره الماليه في الموازنه طبعا قدرت انها توفر في المرحله دي 80 مليار جنيه لمؤسسات حياه كريمه. يعني مثلا ان احنا كمان مستمرين في تقديم الدعم بالنسبه للسلع التموينيه، بنتكلم 70 مواطن مصري بيستفيد من بطاقات التموين. عندنا 83 مليون مواطن مصري بيستفيد من الخبز البلدي المدعم. دي كلها اجراءات عملتها الحكومة. التوسع كفي المشروعات القومية، ان انا برفع كمان معدل الاراضي المزروعة للقمح. كان عندنا 3.1 مليون فدان مزروعين للقمح، دلوقتي بنحاول نزود الى 3.6 مليون، او زودنا بالفعل 3.6 مليون، بقينا 3.6 مليون فدان مزروعين للقمح، وبالتالي زدنا حوالي 500 الف فدان تم زراعتهم للقمح
هذا العام عشان نقدر نحقق امتلاك الاكتفاء الذاتي ونستغني عن المنتج الاجنبي. احنا شغالين وما زال هناك تخصيص اراضي خصبه علشان اقدر احقق الامن الغذائي الذي هو عصب الاستقرار المحلي، وبالتالي هيخدم بشكل او باخر المشروعات القوميه المختلفه. العاصمه الاداريه باعتبارها المشروع الاكبر للدوله المصريه، شغالين بشكل كبير مشروعات الطاقه المختلفه، ويمكن احنا الحمد لله رب العالمين يمكن التجويد وتطويل ملف الطاقه من 2016، واحنا سر محققين اكتفاء ذاتي، بل توقفنا عن الاستيراد الغطبي وكنا خدنا قرار القرار للاستغناء عن استيراد الغاز من الخارج وتصديره الى بعض الدول. كمان ملف الطاقه الكهربائيه تتنوع بقى، شمال محطه بنبان وفي من في العاصمه الاداريه الجديده ومحطه بني سويف وكمان محطه الضبع. بسبب هذه الازمه الاوكرانيه ربما الملف بشكل كبير، لكن مصر شغاله وفق خطه زمنيه معينه، ربما يكون في تباطؤ شويه بسبب التحديات التي تحدث عنها دولة رئيس الوزراء. في شوية تحديات بتواجهنا دي تؤدي إلى بعض المعوقات، لكن احنا وفرنا، يمكن السيد وزير المالية قال ان احنا وفرنا 80 مليار للحياة الكريمة، وده إنجاز كبير جدا، إنجاز كبير جدا. تم تخصيص 16 مليار لبرنامج تكافل وكرامة، ده إنجاز كبير جدا رغم هذه الأزمات العالمية. الاستمرار في تقديم منظومة الدعم سواء للخبز أو السلع التموينية، ده كله بيحقق الاستقرار المحلي اللي هو في نهاية الأمر هيؤدي إلى إنجاح المشروعات القومية ويساعد مصر في الخروج من كبوتها بمنتهى السلاسة بإذن الله. وكما نجحت مصر في تخطي العديد من الأزمات من 2011، إن شاء الله بإذن الله قادرة على أن تتخطى كافة الأزمات التي تواجه العالم بشكل كبير، وتقدم مصر للعالم نموذجا تنمويا فريدا في إدارة الأزمة والاستثمار فيها وتحقيق أعلى معدلات للنمو الاقتصادي رغم التحديات العالمية المتتالية والمتعاقدة. شكرا جدا الأستاذ الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التخطيط والتنمية بجامعة الفيوم، شكرا جزيلا. كنا مع حضراتكم مشاهدينا الكرام في هذه المتابعة التحليلية، تابعنا فيها ملفين: الملف الأول تأسيس شركات الفرد الواحد، والملف الثاني تأكيد الحكومة على أهمية واستمرارية الدولة في مشروع حياة كريمة. على رأس الساعة نشرة إخبارية مفصلة، في أمان الله.